بتقول انا بعت سنارة امي مش هجيب التذكره. ايه امي لسه ما تدري. انا كنت بقى مستنيه تقول مثلا فلسطين الناس متشرده متجوعه مفيش اكل مفيش غذاء مفيش حياه امنه، فهتبعت ليهم الفلوس. ايه ده بتقول انها باعت الاسوره تقريبا بتاعت مامتها من وراها علشان تروح تحضر حفله للمطربه المفضله عندها وتشوفها كده وهي بتغني من على المسرح قدامها، يعني تتحقق ليها السعاده. وبكل اسف الفيديو ده وجع قلبي. لما تكون في واحده مسلمه، امرأة مسلمة، لا فاهمة أولويات ولا مطلعة على واقع أمة ولا وبتطلع تصرح يعني كلام بالشكل ده، فاحنا محتاجين نراجع يا أمهات التربية، ومحتاجين يا بنات نشوف إيه المحتوى اللي احنا بنشوفه اللي وصلنا للمستوى ده من التفاهة والمستوى ده من انحدار التفكير. مع كامل احترامي، على راسي والله، وأنا ما أقصدش إن أنا أغلط في الشخص، انا بس بتكلم على خطأ السلوك نفسه وخطأ التصرف وبالتالي خطأ التفكير من البداية. احنا محتاجين نعلم بناتنا، واحنا كمان نتعلم ان في اولويات، فين واقع الامة في دماغ البنات الستات والرجالة اللي بتفكر بالشكل ده. حفلة ايه اللي اروح احضرها وادفع فيها فلوس قد كده عشان اخد فيها ذنوب قد كده، والناس بتتجوع وتتقتل مش في بلد مسلمة واحدة، ده في بلاد كتير من بلاد المسلمين. نراجع نفسنا يا جماعة، المحتوى اللي بنشوفه، الفلوس اللي بنصرفها، الأفكار اللي بندخلها في دماغنا، عشان كل ده هنتحاسب عليه.